يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. آداب وأحكام. بدع الحج والعمرة وزيارة البيت الحرام، بدع السعي بين الصفا والمروة. الوضوء لأجل المشي بين الصفا والمروة بزعم أن من فعل ذلك كتب له بكل قدم 70,000 درجة. الدعاء في هبوطه من الصفا: اللهم استعملني بسنة نبيك وتوفني على ملته وأعذني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. القول في السعي: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم اجعله حجا مبرورا أو عمرة مبرورة وذنبا مغفورا، الله أكبر 3. صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي: استمرارهم في السعي بين الصفا والمروة وقد أقيمت الصلاة حتى تفوتهم صلاة الجماعة. التزام دعاء معين إذا أتى منا كقولهم: اللهم هذه منن فمن علي بما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك، وإذا خرج منها قال: اللهم اجعلها خير غدوة غدوتها قط. بدع عرفة: الوقوف على جبل عرفة في اليوم الثامن ساعة من الزمن احتياطا خشية الغلط في الهلال. إيقاد الشمع الكثير ليلة عرفة بمنى: الدعاء ليلة عرفة 10 كلمات 1,000 مرة: سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض موطئه، سبحان الذي في البحر سبيله. رحيلهم في اليوم الثامن من مكة إلى عرفة رحلة واحدة: الرحيل من منى إلى عرفة ليلا، فقد ثبت ما يدل على وجوب المبيت بها، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، أخرجه البخاري ومسلم. قال: بوجوب المبيت في منى الجمهور، منهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد، وعلى هذا القول من تركه يلزمه الدم. الاغتسال ليوم عرفة. قوله: إذا قرب من عرفات ووقع بصره على جبل الرحمة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قصد الرواح إلى عرفات قبل دخول وقت الوقوف بانتصاف يوم عرفة: التهليل على عرفات 100 مرة، ثم قراءة سورة الإخلاص 100 مرة، ثم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يزيد في آخرها: وعلينا معهم 100 مرة. السكوت على عرفات وترك الدعاء. الصعود إلى جبل الرحمة في عرفات. دخول القبة التي على جبل الرحمة ويسمونها قبة آدم، والصلاة فيها والطواف بها كطوافهم بالبيت. اعتقاد أن الله تعالى ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة. خطبة الإمام في عرفة خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما في الجمعة. صلاة الظهر والعصر قبل الخطبة. الأذان للظهر والعصر في عرفة
قبل أن ينتهي الخطيب من خطبته. قول الإمام لأهل مكة بعد فراغه من الصلاة في عرفة: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. التطوع بين صلاة الظهر والعصر في عرفة. تعيين ذكر أو دعاء خاص بعرفة كدعاء الخضر عليه السلام كما زعموا، وأوله: يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع، وغيره من الأدعية الطويلة التي لم ترد بها سنة صحيحة. إفاضة البعض قبل غروب الشمس. فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض. قال: حابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. أخرجه البخاري. ما استفاض على ألسنة العوام أن وقفة عرفة يوم الجمعة تعدل 72 حجة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من